أهلا بحضراتكم في واحدة من حلقاتنا اليومية من حلقات همزة وصل، نتحدث في واحد من الموضوعات الهامة اللي دائما ما تدور في فلك حياتكم. طبعا الجمهورية الجديدة نحن نتحدث دائما عنها، ولا حديث عن الجمهورية الجديدة بدون الحديث عن التنمية المستدامة والاتجاه الرئاسي ونظر الرئاسية الثاقبة للتنمية المستدامة وتنمية البشر قبل تنمية الحجر. ولا تنمية للبشر بدون عاملين أساسيين لكي يعيش الإنسان حياة كريمة، بدون عامل الصحة والتعليم. طبعا تحدثنا عن هذين العاملين، ولكن سنتحدث اليوم عن عامل الصحة وفكرة الثقافة الصحية، فكرة التنمية الصحية التي جرت بمصر. ولا بد أن نضع 100 خط تحت المبادرة الرئاسية التي كانت منذ 3 أعوام، وهي 100 مليون صحة. 100 مليون صحة كانت مبادرة رئاسية هامة لم يسبق للعالم أن حدثت مثلها، كانت في البداية للقضاء على فيروس سي، ثم تعاظمت هذه المبادرة لتتحول إلى الأمراض الغير متوطنة أو غير معروفة قوي، يعني زي أمراض السكر وضغط الدم والسمنة. وبدل ما كانت للكبار فقط، تحولت للكبار في ناحية وللصغار من ناحية أخرى، نحو السمنة والتقزم وغيره. مبادرة 100 مليون صحة كانت بذرة للتنمية الصحية في مصر، واللي الحمد لله لولا هذه المبادرة كثير من الناس اكتشف أنه عنده سكر وهو لم يكن يعلم أنه عنده سكر. ولولا هذه المبادرة ومع الدخول في جائحة كوفيد-19 أو كورونا المستجد التي أثرت بشكل كبير على العالم وعلى الدول المتقدمة، لم يكن هناك خروج من هذا النفق المظلم. سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع، موضوع الصحة، وسيكون السؤال هذه الحلقة كالتالي: كيف ساهمت المبادرات الرئاسية في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بخدماتها؟ كيف ساهمت المبادرات الرئاسية في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بخدماتها؟ طبعا همزة وصل اي جي هي صفحتنا الموحدة على الفيسبوك، عليها لوجو البرنامج، يمكنكم المشاركة بالتعليقات والآراء والمقترحات المختلفة، كلها نحن نتقبلها وهي جزء كبير من هذا البرنامج. دعوني أخرج إلى تقرير سريع قبل أن نبدأ التواصل معكم ومع ضيوفي عبر الهاتف. تأكيدا على اهتمام الدولة بملف الصحة وبصحة المصريين، تعمل القيادة السياسية على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تعد من أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعدا استراتيجيا تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا. وخلال 7 سنوات أطلقت القيادة السياسية 8 مبادرات رئاسية وحملات قومية في مجال الصحة بهدف تطوير المنظومة الصحية والقضاء على الأمراض وتحسين حياة المواطنين، ولم تكن تلك المبادرات مجرد بداية لاستئصال الأمراض المتوطنة في المجتمع ومواجهتها فحسب، بقدر ما كانت سبيلا لكشف أمراض خفية والوقاية منها. وجاءت على رأس المبادرات الرئاسية حملة 100 مليون صحة، حيث استهدفت هذه الحملة القضاء على فيروس سي، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة إنشاء 1000 وحدة للغسيل الكلوي للحد من معاناة المواطنين، كما أطلقت مبادرة نور الحياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والتي استهدفت طلاب المدارس. ومن ضمن المبادرات الرئاسية أيضا مبادرة إنشاء المستشفيات النموذجية في جميع محافظات مصر، تزامنا مع بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيا. كما شملت المبادرات الرئاسية مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بهدف رفع المعاناة عن آلاف المرضى، كما تم إطلاق مبادرة صحة المرأة والتي تستهدف الكشف عن سرطان الثدي ومكافحة الأمراض المتعلقة بالأورام وهشاشة العظام والصحة الإنجابية.
تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير الذي أظهر لنا مجموعة من المبادرات الرئاسية الهامة، بدأت بمئة مليون صحة ثم تبعتها مبادرات كثيرة. دعونا نتحدث عن ملف الصحة والتطوير في ملف الصحة، وأن هذه المبادرات كيف حسنت من المنظومة الصحية في مصر. سيكون ضيوفي في الفقرة الأولى معي الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والكلى بالمعهد القومي للكبد، ودكتورة هالة عدلي حسين، العضو المنتدب لشركة الدم بالمصري واللقاح سابقا. أهلا بحضراتكم، وأبدأ بدكتور محمد عز العرب. دكتور محمد تحياتي. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا يا دكتور محمد. دكتور محمد، يعني في البداية احنا اتكلمنا كتير عن فكرة 100 مليون صحة، وان لولا 100 مليون صحة كشفت لنا، هي كانت الهدف الأساسي منها القضاء على فيروس سي، لكن هي كشفت لنا مجموعة كبيرة من الأمراض الغير المتوطنة في مصر أو الغير مكتشفة بسهولة. يعني كلمني عن مبادرة 100 مليون صحة، وإزاي فتحت الباب لما تبعها من مبادرات. يعني خلينا أقول زي ما احنا اتكلمنا سابقا، مش احنا بس، العالم كله بيتكلم على الإنجاز المصري الذي تحقق في مبادرة 100 مليون صحة. احنا بنتكلم عن مبادرة تاريخية بجميع المقاييس، بنتكلم عن مبادرة في خلال 7 أشهر تم عمل مسح ل 62 مليون مواطن، واكتشفنا زي ما حضرتك تفضلت مين اللي عنده فيروس سي، مين اللي عنده امراض غير ثرية سواء السكر او الضغط او السمنة، ولاول مرة يبقى عندنا قاعدة بيانات قوية جدا جدا بتوزيع هذه الامراض على مختلف المحافظات والفئة العمرية. نعم. يعني الموضوع كان انجاز ضخم جدا، بدرة رئاسية جايه في توقيت سليم 100%، كان مش يعني مش عايز اقول ان هي وزاره الصحه فقط، لا كان هي وزارات مشتركه فيها منظمات المجتمع المدني، كنا في ملحمه حقيقيه لانجاز هذا الموضوع. وكان زي حضرتك عارف ان فيروس سي كان هي المشكله الصحيه الاولى في مصر. صحيح. وكان حتى التقارير الدولية، تقييم منظمة الصحة العالمية حتى سنة 2014 كان نسبة الإصابة بين المصريين فيروس سي 22%، طبعا كنا عملنا دراسات كان نسبة أقل شوية، كان في حدود 10% في سنة 2015، ولكن الرقم ده كان عالي برضه. وفي المبادرة دي يعني اكتشفنا نسبة الإصابة الناس عندهم أجسام مضادة كان حوالي 4.8 من المسح الدم، كان عندهم فعلا البي سي ار ايجابي عن فيروس موجود كان حوالي 2.2 مليون فرد. تم علاج يعني اكثر، يعني عايز اقول ان احنا دلوقتي حتى على مستوى العيادات حاليا على مستوى المستشفيات قليل جدا جدا ما تلاقي ان في ناس بيكون فيروس بفيروس سي. نعم. خلينا اقول ان المبادره دي كانت عظيمه، وخلينا اقول ان مصر كانت اول دوله قدمت ملف لمنظمه الصحه العالميه من 3 شهور لأخذ الشهادة الدولية المائية بخلوها من فيروس ده. نعم. فعلا يعني يحسب فعلا أكيد طبعا القيادة السياسية الحكيمة. نعم. دكتور محمد أرجوك ابقى معي، وأنتقل لدكتورة هالة عدلي حسين، العضو المنتدب لشركة الدم بالمصري واللقاح سابقا. دكتورة هالة تحياتي. اهلا وسهلا بحضرتك. بنتكلم على مبادرات مختلفه جت ورا بعضها، من اهمها طبعا اغلب هذه المبادرات بتحتاج لجزء كبير منها لرعايه صحيه، والدم طبعا جزء منها، وما كانش ينفع ان الناس تتبرع بالدم وهي عندها فيروس سي او تكتشفه، لان طبعا ده جزء مهم جدا، لان كانت احد وسائل نقل العدوى زمان هي نقل الدم. المبادرات دي أثرت على شركة الدم إزاي، والمصل واللقاح إزاي، خاصة إن إحنا بدأنا نصنع كمان المضادات فيروس سي في مصر. الحقيقة طبعا هي المبادرات الرئاسية، خلينا نتكلم عليها بشكل عام فيما يخص صحة المرأة تحديدا، دي كانت بالنسبة لنا إحنا كمان مش كشركة خدمات دم، أنا كمجتمع مدني كمان شغالين فيه، ان احنا الحقيقة لما يتكشف على 18 مليون سيدة ويتعمل لهم كشف على سرطان الثدي، ما بين العلاج ما بين معهد الاورام ما شاء الله يعني بيتحول له حالات كتير للعلاج،
نعم. ده الحقيقه انجاز، ان المبادره الرئاسيه بتخلينا نعمل مسح شامل لكل السيدات اللي موجودين في مصر، سيدات او رجال، لكن يعني نعم. بتكلم على طبعا بنتكلم على نقطه مهمه اللي هي بتشمل نص المجتمع، السيد المراه في المجتمع عن نعم. الاخر وان مشكورا طبعا الرئيس عمل السنه الجايه هتبقى سنه المجتمع المدني ودوره، لانه ليه دور كبير جدا في القصه دي. نعم. طبعا موضوع الاورام وصحه الطفل وصحه المراه والرعايه الصحيه للطفل والصحه الانجابيه، الحاجات دي دايما بتتقاس عالميا، يعني هتلاقي حضرتك البنك الدولي وصندوق النقد دايما يقول لك الفئه العمريه وصحتهم عامله ازاي، وده بيأثر على انتاجيته بعد كده في الفئه العمريه لما يبقى شخص منتج. الكلام ده كله بيدينا قوه عالميه في ان احنا عندك قدره انتاجيه وقدره شبابيه، انت بتصلح القصه من الاول، بتصلح الام من اول ما هي حامل عشان توعيه ليها تاكل ايه وما تاكلش ايه وتتعالج ازاي. بنشوف الطفل بعد كده حضرتك كميه الحاجات اللي اتعملت سواء للمراه او للطفل، ودخول بعض الامراض زي تمور العضلات زي التقزم، ده تقزم 20% منه انيميا مثلا. الحاجات دي كلها هيبقى لها مردود بعد كده على اصلاح الجيل اللي جاي اللي انا معتمده عليه كحاجه كقوه انتاجيه. الحاجه كمان الكويسه قوي واللي يشكر عليها سياده الرئيس انه اعتمد مشروع البلازما اللي احنا في بكتيرا كنا بالنادي دي من 2014، وحضراتكم كنتوا من اوائل البرامج اللي اهتمت بالموضوع ده، واخيرا دلوقتي ظهر للنور ان هيبقى عندنا مشتقات بلازما ومشتقات دم. دي الحقيقه مشروع مش موجود، اعتقد عندنا العربية. اكبر شركه واكبر مجمع لمشتقات البلازما في الشرق الاوسط وافريقيا، طبعا احنا الوحيدين هنبقى في افريقيا والشرق الاوسط والدول العربيه ان شاء الله، وده مشروع يعني من المشاريع الاستراتيجيه اللي هي بنعتبرها امن نعم. قومي، لانها كلها ادويه منقذه للحياه. نعم. الحاجة اللي برضو عشان انتوا دايما بتبقوا صادقين معايا كده ونرجع بالذاكرة تاني ونرجع بعد كده للبرنامج ده تاني، لما خليني اناشد سيادة الرئيس من عند حضراتكم بان احنا ندخل ضمن المبادرة الرئيسية الكشف على سرطان عنق الرحم، لانه للأسف بدأ يزيد شوية ينتشر. نعم. ونفسي يدخل المبادرة الرئيسية لان تكلفته في الكشف والعلاج عالية على المواطنين. نعم. ولانه فيروس وفي الاخر هو ليه تطعيم، فاحنا ممكن يعني هو مسبب السرطان عنق الرحم هو في البدايه فيروس وليه تطعيم، يعني ممكن تطعيم. نحمي سيدات ممكن كثيرات، يعني ممكن نلحق من الاول. على فكره هو بيجي للست والراجل مش نعم. للراجل بس هو اسمه كده، فده محتاجين نلحقه من الاول قبل ما تبقى نسبته تعلى شويه عندنا زياده، وبالذات ان الشركه اللي بتنتجه الاجنبيه ممكن تبقى موجوده هنا وتورد لنا باسعار كويسه، ممكن نعمل سكريننج ويدخل المسح ضمن المبادره الرئاسيه. عشان نفتكر الكلام ده لما الرئيس يوافق عليه يبقى احنا اول ناس اتكلمنا عليه. اتمنى ذلك، واحنا وصلنا اكيد هنوصل رسالتك، واتمنى ان رسالتك تكون وصلت لان دي رساله مهمه. ارجوك ابقي معي دكتوره هاله، واعود لدكتور محمد عز العرب. دكتور محمد، واحده من النجاحات الكبيره اللي في رأي الشخص ان هي تحسب ل 100 مليون صحة، حضرتك قلت كلمة كده في النص ان احنا عملنا لأول مرة داتا بيز للأمراض في مصر وللمواطنين، للأمراض اللي موجودة عند المواطنين. بخبرتك أهمية الداتا بيز دي ايه، او قواعد البيانات عشان الناس تكون واصلة الصورة معانا؟ والله يعني عشان نقول نجاح اي عمل لازم يكون عندك فكره واضحه عن حجم المشكله، انتشار المشكله في انهي مناطق، الفئات العمريه، ومن ثم الموضوع مش علاج فقط، لا داخل الموضوع بنسميه البريفنتيف اللي هو الوقائي. يعني انا دلوقتي لما اعرف في محافظه سين عندها نسبه عاليه مثلا من مرض السكر، فلازم اعمل توعيه اكتر بالعادات الغذائيه السليمه لهذه الاماكن بشكل توعوي. ليه ما نعملش سيدات متنقله بتروح لهذه الاماكن؟ ليه ما نعملش نماذج للتغذيه السليمه؟ يعني مع احترامي لبرامج الطبخ الموجوده في مختلف القنوات، لا احنا في عندنا عايزين نرجع الهرم الغذائي السليم. انا بدي مثال بسيط جدا. طبعا فاذا الموضوع او في بعض المحافظات مثلا انتشار مثلا لسرطان او لامراض الرئه، الدكاتره يعملوا دراسه في هذه المنطقه اكيد في مسبب ما للتلوث بيسبب ده، وهكذا المعلومات ديت
النقطة الثانية يعني من فكرة الداتا بيز يا دكتور، وطبعا حضرتك سافرت بره وعارف ان كل مواطن عنده الاي دي بتاعه او ممكن نقول عليه الرقم القومي بيروح بيه حتى للدكتور الخارجي، بيبقى داخل على سيستم وزارة الصحة معروف ايه الامراض اللي عنده، معروف ايه الانواع الادوية اللي بيصرفها، لان بره ما فيش صيدليات مفتوحة زي عندنا كده تقول له هات لي كذا يديلك، لا انت بتروح برشدة مكتوبة من دكتور مختص. يعني انت نوصل للدرجة دي؟ شوف حضرتك، احنا يعني في حاجه هامه جدا بدانا فيها في مصر اللي هي التامين الصحي الاجتماعي الشامل. نعم. انا عايز اقول لك ان احنا يعني بدايه في بورسعيد وبدايه بنعتبرها ناجحه، يعني ساعتها اتاخرت شويه لمسائل لوجستيه، ولكن هي بدايه ناجحه بجميع المقاييس. عايز اقول ان الموضوع زي ما حضرتك عارف اللي هو موجود، ان الداتا من ساعه ما الشخص بيتولد الى ما شاء الله، بمعنى ايه؟ ان انا التاريخ هيكون مسجل لكل فرد، وان الاسره هي الاساس، وليس يعني عايز اقول ايه؟ ان الجميع مشارك في نظام او نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل. انا هيكون عندي الداتا، عندي هيتعمل بعد كده نظام ابلكيشن، الابلكيشن ده لو انت موجود اني وير في اي مكان هيبقى ممكن تدخل على الباسورد وبيتعرف لشخص الاسرائيلي اللي هو المفوض على السيستم، وبيعرف كل البيانات. حضرتك قلت نقطه في غايه الاهميه، واحنا في اعتقادنا ان شاء الله احنا ماشيين على السيستم ده، ومساله الميتنه الالكترونيه دي ماشيه مش في وزاره تحت جميع الوزارات، احنا بنقول احنا دلوقتي بنسابق الزمن. نعم. في هذه المسائل ومساله وضع الاولويات في نصابها الصحيح. طبعا يعني الداتا بيز دي هتفيد برضه بعد الموت لو الناس مش فاهمه ازاي، لان في امراض كتيره تم اكتشاف ان العامل الوراثي فيها جزء مهم، فبعد الموت او يعني يبقى معروف السجل الوراثي لهذه العائله ايه احتمالات الامراض اللي فيها، سواء سرطانات سواء امراض سكر او غيره. طبعا. نعم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا، الخريطه الوبائيه، يعني زي مثلا احنا في كوفيد 19 او زمن الكورونا مثلا بتلاقي في لو في حالات انتشرت في حته معينه بيبقى في فوكس عليها معين، انا بعمل كل الاجراءات بتاعتي ان انا بعمل لجنه اداره الازمه تقدر تحدد ايه الاولويات واعمل ايه وكده. صحيح. الامثله يعني كثيره جدا كثيره جدا. وجود اللي هي قاعده بيانات سليمه، ويعني احنا بنقول ايه، يعني خليني امتاز فرصه وجودي مع حضراتكم ان انا بأشكر جميع الجهود المخلصه في المجال الصحي وغيره من المجالات. انا عايز اقول يعني احنا مؤسسه، عايز اقول بس اذكر بعجاله ان موضوع رئيس مجلس الصحه كان في اكثر من 20,000 موقع على مستوى جمهوريه مصر العربيه، المواقع دي كان بيعمل فيها حوالي اكثر من 20,000 شخص بين طبيب وممرضه وادخال بيانات. صحيح. عايز اقول ان الموضوع كان متكامل بشكل يعني علمي وشكل مدروس، لدرجه ان منظمه الصحه العالميه يعني اشادت بالنظام، كان عندها ممثلين. صحيح. صحيح. حوالي 55. نعم. انا بشكرك دكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والكلى بالمعهد القومي للكبد، شكرا جزيلا على وجودك معنا، واعود لدكتوره هاله عدلي حسين العضو المنتدب بشركة الدم بالمصر واللقاح سابقا. دكتورة هالة، يعني احنا اتكلمنا على صحة المرأة، يعني صحة الطفل واللي هو زي ما حضرتك قلتي هو ده المنتج يعني ده مستقبل مصر، في مبادرات كتيرة اهتمت بيه برضو كوفيد 19، واحنا بنتكلم دلوقتي ان متحور دلتا ودلتا بلس بيصيب الاطفال، ازاي المبادرات دي تساعد في زي ما هي بتساعد في حماية الكبار الآن تساعد في حماية الأطفال، خاصة ان احنا بقى عندنا داتا بيز. يعني خليني اقول لحضرتك برضو ان مجهود الدولة يشكر طبعا على ان احنا جبنا كل انواع الفاكسينات، ودي مش متوفرة على فكرة في كل الدول. صحيح. يعني مش كل الدول اللي هي عندها التنويع اللي عندنا دي. صحيح. اقتصادية زينا، يعني مش هقدر اقارن نفسي بدول الخليج او اوروبا او ايا كان، لكن احنا نقارن نفسنا بالدول اللي اقتصادياتها زينا، ويبقى عندنا كل انواع الفاكسين دخلت، حتى فايزر دخل، حتى كل الانواع موجوده، واللجنه الحقيقه بتاعت الفيروسات مشكورين عاملين متابعه كويسه جدا، وبانهم يدونا كل الداتا عن كل ابديت بيحصل للفاكسين، ودلوقتي هيشتغلوا على الشريحه العمريه بتاعه الاطفال. الحقيقه دي حاجه الدوله تشكر عليها تماما، لانها مش متوفره في كثير من الدول اللي اقتصادياتها زينا. نعم.
احنا دلوقتي او يمكن حتى احسن مننا برضو بشويه يعني برضو خلينا نكون صراحه مننا كمان. صحيح احنا دلوقتي المستطعمات موجوده والدوله عماله تقول الناس روح تطعموا يعني بتندع على الناس تروح تطعم معنى كده ان الحاجه متوفره ما فيش فيها نقص وكل يوم بنلاقي مجموعه جديده من الفاكسينات نازله. الحقيقه الحاجه الكويسه ان كان سياده الرئيس برضو في فتره من الفترات طلب دراسه لانشاء مصنع لالبان الاطفال. نعم وده حاجه مش سهله لان طبعا. مصنع البان اطفال ان معنى كده ان حضرتك وفعلا الدراسه اتعملت كنا عاملينها مع السيد اللي هو العصفور رحمه الله عليه. نعم رحمه الله عليه. ان الدراسه دي تكنولوجيا مختلفه ما بتقومش بيها لدولتين او ثلاثه في العالم كله. زيها زي الدواء حضرتك ده صناعه لبن. نعم. صناعي. نعم لبن شبيه لبن الام. شبيه لبن الام. اعتقد نعم. المشروع ده برضو من ضمن الحاجات اللي تشكر عليها الدوله وسياده الرئيس انه اهتم بيها وادى تعليماته للبدء بدراسة القصة دي لتوفير اللبن للأطفال في الشريحة العمرية. التطعيمات بتاعتنا كلها موجودة يعني خليني أقول لحضرتك عشان عندنا الطب الوقائي في مصر من نعم. أعلى طب وقائي في أكبر العالم. دليل عليه شلل الأطفال. شلل الأطفال دي حاجة نعم. كويسة وأول ما بيظهر أي حاجة بتلاقيهم عاملين حملات تنشيطية ولو ظهر إحنا برضه عندنا ناس لاجئين كتير جم من سوريا جم من السودان فإحنا بيبقى الدولة واخدة بالها كويس قوي من أي حاجة بتخش وبيتعمل تحليل على طول بيتابعوا الحملات التنشيطية على طول بتنزل حملات تنشط التطعيمات فدي حاجة من الحاجات الكويسة جدا الدولة مهتمة بيها ونعتبر من الدول المتقدمه فيها جدا. فاضل بقى النقطه الجديده اللي انا عايز اسالك فيها دكتوره هاله وفي عجاله فكره تصنيع الدواء في مصر يعني احنا بنشوف حتى لقاحات فيروس كورونا احنا من اول الدول غير المصنعه او غير المكتشفه لهذه اللقاحات اللي بدانا نصنع مجموعه مختلفه من اللقاحات. احنا خلينا نتكلم على تصنيع الدواء في مصر احنا الحمد لله مصانع الادويه بتاعتنا في مصر بتغطي حوالي 75 ل 80% من استهلاك الشعب المصري لو نعم. دي مش موجوده الدوله هتتحمل مليارات استيراد للادويه دي. بالنسبه للتطعيمات في اكتر من شركه ما شاء الله باكثيرا وفي شركات ثانيه شركات خاصة قطاع خاص بدأت قطاع خاص بدأت دلوقتي تتعاقد على مع الشركات المنتجة للتطعيمات وبدأوا يعملوا دلوقتي بالفعل مصانع في مصنع في العاشر دلوقتي شغال من ضمن المصانع اللي أنا أعرفها شغال وبيحضر الأجهزة بيحضر الإمكانيات بتاعته لإنتاج الفاكسين وفعلا عملوا تعاقدات. منظمة الصحة خليني أشكر برضو دكتورة مها الرباط الحقيقة وهي حد من الدكتور وأربعة من العالم كله اختاروا الدكتورة مها الرباط تبقى في لجنة الاستراتيجيات بتاعة الفيروسات دي حاجة نفخر بيها طبعا كبلد متابعة ان في مصنع زي خلينا اسألك سريعا عن الانسولين لان ده برضو مهم بالنسبة لنا وامن قومي يعني بس ارجوكي سريعا لا اتفضل الانسولين بالنسبة للانسولين احنا عندنا تصنيع محلي في المهن الطبية من إيلاي ليلي ده مصنع إيلاي ليلي مش المهن الطبية اشترته عندنا سيديكو فيها مصنع عندنا باكثيرا فيها مصنع بيغطوا الاستهلاك بتاعنا وبعدين عندنا تعاقدات مع شركات عالمية طبعا. لأي حاجة دلوقتي قبل هي القصة إن شاء الله ربنا يسهل في مدينة الدواء الجديدة يبقى فيها مصنع خاص لإنتاج أدوية الإنسولين أو اللي هي نقول إيه الجيل المتقدم الجيل المتقدم الجيل الجديد من الأنسولين اللي إحنا بنستورده نعم لكن الأنسولين العادي ده موجود لكن ده موجود. الجزء الجديد ده إن شاء الله أعتقد إنه متحقق إن شاء الله جزء في الاستراتيجي بتاع نعم أنا بشكرك دكتورة هالة عدلي حسين العضو المنتدى بشركة الدم بالمصري واللقاح سابقا يعني إديتينا صورة وافية عن صناعة الدواء في مصر والتقدم اللي عملته لهذه المنظومة خلي المصريين يطمنوا ان ملف الصحة مهم جدا. بشكر ايضا الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والكلى بالمعهد القومي للكبد كان معايا كلمنا على الداتابيز وعن المنظومة الصحية اللي بدأت بمئة مليون صحة. طيب خلوني اسمع ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارائهم ومقترحاتهم. ابدأ بايمن رمضان الانصاري ساهمت المبادرات الرئاسية في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بخدماتها واستمرار مبادرات دعم صحة المواطن والعمل على مشروع تطوير مهيكنة اختارات المواليد والوفيات ملفات طبية منذ الولادة تاريخ الصحي لكل إنسان على أرض مصر لتدخل للتدخل المناسب في الوقت المناسب بالدواء المناسب لحماية الأمن الصحي للمجتمع والأجيال القادمة العقل السليم في الجسم السليم.
محمود الضوي بيقول: ساهمت المبادرة الرئاسية في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بخدمتها وتجهيزات طبية حديثة. حقا تم رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر في الفترة من 14 ل 20 والنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين. محمد الطواب إناوي عاشور برأيي: ساهمت المبادرة الرئاسية في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بخدمتها بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشبكات المعلومات القومية الطبية وتنفيذ قوائم الانتظار العمليات الحرجة وقوافل التطعيمات واللقاحات والكشف المبكر وتطوير وصيانة المستشفيات بطرق حديثة. وفي الغمري: المبادرات الرئاسية توحد جهود جميع قطاعات الدولة لهدف واحد، ما يسهل التعامل مع المشكلات الصحية وتوفير قاعدة بيانات صحية لمواطني مصر، مثال التعامل مع فيروس سي والاكتشاف المبكر للسرطانات المختلفة ومنها سرطان الثدي، كما ساهمت في مواجهة فيروس كورونا وتوطين صناعة الدواءات واللقاحات، وما زالت الجهود مستمرة لصالح حياة كريمة للمواطنين وصولا للتأمين الصحي الشامل. خطر كورونا يحيط بنا والكثير من الناس في غفلة مستهترين الكمامة والتباعد وتقليل الزيارات ما أمكن وعدم الخروج إلا للضرورة، واللقاح متاح والتسجيل سهل، كل منا عليه واجب توعية كل من حوله. أنا بضم صوتي لصوتك. ناهد عبد الفتاح: السلام عليكم. وعليكم السلام. في الوقت الحالي تقوم وزارة الصحة بأداء متميز ليس أثناء وباء كورونا فقط، ولكن من بداية المبادرات الرئاسية بالقضاء على فيروس سي وما تبعها من مبادرات علاوة على العيادات المتنقلة. وأهم إنجاز لوزارة الصحة الإنجاز الذي لم تستطع أعظم الدول أن تقوم بتطبيقه، وهو التأمين الصحي الشامل. إن دعم القيادة السياسية لكل قيادات وزارة الصحة بعث في الوزارة الحياة من بعد الموت، ومن بعد أن كانت الوزارة مصدر لكل السلبيات تحولت لتكون مصدر لكل ما هو إيجابي في المجتمع. وكنا لسنوات نحزن لما يصور داخل المؤسسات الطبية التي أصبحت اليوم مصدر لفخر كل مصري. إن وزارة الصحة تمتلك تلك المؤسسات الطبية والمبادرات التي حازت على شهادات دولية نابعة من وزارة خدمية مثل وزارة الصحة، وما ساعد الوزارة على أداء دورها كثير من المبادرات الأخرى مثل حياة كريمة والقضاء على العشوائيات والاهتمام بوزارة البيئة ودعمها وتحسين جودة الحياة في المجمل. كل هذا الجهد كان عامل مساعد لتقديم وزارة الصحة في توبيها الجديد، علاوة على اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب واختيار قيادة أو قائدة إنسانة على رأس هذه الوزارة لتعيد كتابة تاريخ الوزارة من جديد. ده كان آخر حوار مع ده كان آخر تعليق معانا. و معايا عبر الهاتف الآن دكتور حاتم الأطروش، أستاذ القلب بالقصر العيني والحالات الحرجة. أهلا بحضرتك يا دكتور حاتم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور حاتم. يعني خلينا أسألك في البداية، طبعا فكرة الطب أو فكرة الصحة هي في النهاية هي أمن قومي لأي دولة في العالم. إذا ما كنتش قادر على علاج ويكون في إيدك الدواء إنك أنت تعالج خاصة الحالات الحرجة زي ما حضرتك متخصص فيها، ده أمن قومي، لأن أنت كده بتفقد حياة مواطنينك، المواطنين بيفقدوا الثقة في إدارة هذه البلاد، فده أمن قومي. يعني رأي حضرتك في النقطة دي إيه؟ الحقيقة إن مصر بتعيش أزهى عصور الرعاية الصحية على مر تاريخها. اللي بيحصل في الوقت الحالي بالمبادرات الرئيسية للاهتمام بصحة الإنسان المصري لن يتم في تاريخ مصر من قبل. وكوني إن أنا على سبيل المثال إن أنا أوصل بمبادرة السيد الرئيس إن مصر تبقى خالية من فيروس سي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق. كون إن أنا أوصل إن أنا بحاول شخص الأمراض اللي موجودة للشعب المصري وأجيب لها العلاج للقادر وغير القادر، ده إنجاز غير مسبوق ولم يتم في التاريخ كله، التاريخ المصري كله. وزي ما حضرتك قلت ده طبعا أمن قومي، لما الإنسان المصري يبقى إنسان بصحته غير الإنسان المريض في أي دولة في العالم، ده أمن قومي. صحيح. عشان أقدر إن أنا إنتاج الإنسان المصري يقدر إن هو يقوم بشغله ويقدر ينتج ويقدر يحصل دخل الدولة، طبعا ده أمن قومي في الأول وفي الآخر. جزء من القصة برضو يا دكتور، ويعني جهد مشكور جدا، كان عندنا حالات
قوائم انتظار طويلة جدا. طبعا بما ان حضرتك متخصص في الحالات الحرجة، امراض القلب، العمليات والحاجات الصعبة اللي فعلا بتكلف المواطن لو هو عملها برة، اغلب الناس غير قادرين، بتكلفهم ملايين الجنيهات. لما يكون عندنا كان في قبل المنظومة دي قوائم انتظار بتوصل لثلاث سنين، الوقت ما فيش قوائم انتظار. بص حضرتك، طبعا انا يعني النقطه دي لازم برضو اتكلم فيها بصوره واضحه جدا. اتفضل. ان في السابق كان المرضى القلب اللي بيبقى عندهم السداد في شرايين القلب وبيبقى محتاج تدخل عن طريق القسطره وتركيب دعامات، كانت اللي معاه فلوس بيقدر يتعالج، اللي معاهش فلوس بيموت. الحقيقه المبادره الرئاسيه اللي تمت في هذا الشان بشان قوائم الانتظار قضت تماما على الفكره دي. بقى القادر وغير القادر يقدر في اي وقت يدخل يعمل القسطرة ويركب الدعامات القلبيه اللازمه عشان حياته تستمر وعشان يحافظ على صحته وعشان في الاخر ده يبقى مردوده على الامن القومي المصري. ده لم يتم في السابق، ده تم انهائه تماما. مفيش حاجه اسمها قوائم انتظار، والمتابعه اللي بتتم على كل المستشفيات لو في اي تقاعس او كسل من اي مستشفى في ان هي تقوم بالدور بتاعها عشان تقضي على قوائم الانتظار، بيتم شطب المستشفى دي من اللسته الوزاريه اللي بيتم توزيع عليها المرضى بعد كده. نعم. طيب ارجوك ابقى معي دكتور حاتم، وانضم الي عبر الهاتف الان الاستاذ عبد الله الصبيحي مسؤول ملف الصحه بوابه الاهرام. استاذ عبد الله تحياتي. اهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين الكرام في كل مكان. يعني استاذ عبد الله، بما انك متابع لهذا الملف، يعني في خلال الست سنوات اللي احنا بنتكلم عليهم في الجمهوريه الجديده، تابعت تطور هذا الملف ازاي؟ والله يا فندم، في الحقيقة يعني مع اللي حصل خلال الست سنوات أو السبع سنوات اللي فاتوا في منظومة صحية لم يحدث من قبل، خاصة على رأسهم مشروع قانون التأمين الصحي اللي فضل مهمل حوالي ما يقرب من 10 سنوات حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيقه، رغم إقراره من 10 سنوات قبلها من البرلمان بالتطبيق، إلا أنه ما حدش قدر يقترب منه ومن تطبيقه نظرا لفاتورة تكلفته العالية. فكان بصراحة تحدي كبير جدا من الدولة المصرية أنها تبدأ في هذا المشروع، لأنه مشروع ضخم بكل المقاييس وفي حاجة مهمة جدا 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 المواطن المصري كان ليه. وسبقوا تمهيد للمنظومة وتطبيق المنظومة القضاء على مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، تطوير المستشفيات النموذجية، صحة المرأة، تقزم، مبادرات عديدة جدا، 100 مليون صحة، اللي حصل في فيروس سي والقضاء عليه، وتعترف به منظمة الصحة العالمية وتعتبره تجربة فريدة من نوعها. كان مبادرات كتيرة جدا 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 في الحقيقة استفاد منها المواطن قبل أي شيء، واستفادت منها المنظومة بشكل عام، وأنفق كتير كتير بصراحة على المنظومة خلال السنوات اللي فاتت، وده ساعد بشكل كبير إلى تطوير المستشفيات وتجهيز المستشفيات. وآخر هذه المبادرات مبادرة بتصل يعني بتنفق كتير جدا على طفل واحد، وهي الضمور العضلي. نعم. الضمور العضلي. ففي الحقيقة المنظومة الصحية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية. طيب أستاذ عبد الله، يعني فكرة زمان كان عندنا الوحدات الصحية في القرى، حياة كريمة مبادرة جزء منها منظومة صحية ومهمة جدا، يعني مش مجرد خدمات حكومية موجودة في كل قرية، لا ده لازم يكون في وحدة صحية فاعلة في هذه القرى. متابع أكيد لهذا الملف. ده بعيد كمان، الموضوع أعمق من هذا، خاصة أن بيتم تطوير الوحدات الصحية على البلان اللي تم وضعه، لأن منظومة التأمين الصحي تم وضع بلان محدد في الوحدات الصحية في مراكز طب الأسرة في المستشفيات. اللي هيتم تطويره هيكون بنفس البلان ده. نعم. تمهيدا لما ننتقل للمحافظة دي يبقى الوحدة دي خلاص مؤهلة وجاهزة في تصميمها وفي شكلها وفي إمكانياتها المتوفرة
جوه الوحده او جوه المركز او جوه المستشفى، يبقى في الحاله دي لما نيجي ندخل المحافظه دي مش محتاجين نطور اللي تم الاقتراب منه. طبعا حياه كريمه هتساعد ده بشكل كبير، ان هي سواء كان المستشفيات في تطوير الوحدات الصحيه اللي موجوده في القرى او مراكز طب الاسره او مستشفيات، بالاضافه الى ان القرى المحرومه هيتم انشاء وحدات صحيه من جديد بالشكل الجديد والبلان متفق عليه والتم وضعه وتم تطبيقه في اربع محافظات اللي بدات في تنظيم تطبيق منظومه التامين الصحي الجديده، وهي بورسعيد والاقصر والاسماعيليه واسوان، وتم تطبيق فيهم هذه المعايير. نعم نعم، انا بشكرك استاذ عبد الله الصبيحي مسؤول ملف الصحه بوابه الهرم، شكرا جزيلا. واعود للدكتور حاتم الاطروش استاذ القلب بالقصر العيني والحالات الحرجه. دكتور حاتم، يعني خلينا برضو نتكلم على فكرة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة اللي اكتشفت لنا حالات لولا اكتشافها خاصة في مرض السكر ما كانتش الناس دي قدرت تعدي جائحة كوفيد 19 أو كورونا المستجد. صحيح. نعم. بص حضرتك برضو، أنا عشان لازم إحقاقا للحق، ودي كلمة حق لازم تتقال، صحيح اتعمل مجهود من الحكومة المصرية واتعمل مجهود من وزارة الصحة، بس ده كله ما كانش هيكون وما كانش هيتم الا بتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه. هو اللي خد الملف ده على كاهله برغم الكاهل الوضع الاقتصادي المصري، لكن كان له اولويه كبرى ان هو ينهض بصحه المواطن المصري. وده زي ما انت حضرتك قلت، هو ادرك ان ده امن قوي لمصر، وبالتالي اتحطت فيه واتضخت فيه مليارات عشان نقدر نقوم بالدور ده. لازم كلنا نبقى عارفين ان المبادره الرئاسيه ادت الى اكتشاف امراض كثيره وتشخيص الشعب، جزء كبير من الشعب اللي عنده سكر واللي عنده ضعف وابتدى ياخد العلاج، سواء كان هو يقدر يجيب العلاج او على نفقه الدوله بتستضيف له العلاج اللازم. لا ده طبعا عمل يعني طفره زي ما انا قلت في الاول خالص اول المحادثه، طبعا عمل طفره في صحه الانسان المصري بطريقه غير مسبوقه ولم تتكرر. طيب دكتور حاتم، خليني اسالك سؤال صريح شويه. يعني طبعا المنظومه الطبيه دايما منظومه متجدده، يعني احنا مش هنقف على اللي احنا فيه، لازم كل يوم في جديد في الدواء وفي الامراض زي كوفيد 19 اللي طلع لنا ما نعرفش منين. دايما لازم يكون عندنا استعداد لما هو قادم. جزء من هذا الاستعداد اللي هي غرف العنايه المركزه والحالات الحرجه. للاسف احنا بنسمع الوقت ان في مشاكل كتيره، مش مشاكل يعني، في نقص بهذا العدد. ازاي نكون مستعدين دائما؟ وطبعا ده مش على صعيد كوفيد 19 بس، يعني برضو عندنا مازال عندنا شيخوخه، اعمار الناس بدات تزيد، يعني في حاجات كتيره قوي. من وجهه نظرك الطبيه، ازاي نطور منظومه الرعايه الفائقه في مصر؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه. اتفضل. هو جزء برضو كبير من مبادره الدوله عشان النهوض بالنقطه دي اماكن وغرف الرعايات المركزه في مستشفيات ومراكز جميع انحاء في جميع انحاء محافظات مصر كلها موجوده وباعداد كفايه. نعم. المشكله كانت في الوقت الحالي نقص عدد الاطباء المدربين عشان يقدروا يقوموا بشغلهم داخل هذه الوحدات. تمام. والموضوع ده ابتدى يتغير، اتغير ازاي؟ ابتدى حصل فيه قرار ان تكليف جميع خريجين كليات الطب اللي داخلين وزاره الصحه ان هم يبتدوا يخشوا ويسجلوا درجات الزماله المصريه. انا دلوقتي انا اتشرف ان انا رئيس المجلس العلمي للزماله الرعايه المركزه في مصر. تمام. كان بيخش لي 60 طالب، دلوقتي هيخش لي 2000 طالب. نعم. وبالتالي الاعداد هتبقى اكثر يعني تواجدا داخل هذه الوحدات واكثر تدريبا عشان يقدروا يقوموا ويقدموا خدمه صح ومظبوطه للمواطن. طيب المصري. بما ان حضرتك ذكرت ده، خليني برضو اسالك على فكره تدريب الاطقم الطبيه. احنا ما بنتكلمش على اطباء فقط، احنا بنتكلم المنظومه الطبيه شامله فئات كثيره من الاطقم الطبيه اللي طبعا بنرفع لهم القبعه، جيش مصر الابيض. التدريب ورفع الكفاءه دي برضو لازم نعترف ان كان عندنا فيها مشكله زمان. تمام. عدد اماكن تدريب التمريض والفنيين القائمين بالعمل الدقيق داخل وحدات الرعايه المركزه. نعم. الاعداد مراكز التدريبيه زادت، بقى بتقدم في صور معاهد تمريض، في دبلومات تمريض، فنيين تمريض، حتى درجات الزماله كمان دخل فيها تدريب برضو اطقم، حتى وصلنا لاطقم الاسعاف. نعم. يعني عشان ادرب كمان اطقم الاسعاف
اللي بتقوم بمهمة الإنقاذ الأولي للمريض في مكان مرضه ومكان يعني إنقاذه. ده طبعا برضو جزء وقت مهم ده جدا كله. كل اللي أنا بقوله ده تم استحداثه يعني ما كانش في السابق في تاريخ مصر كله هذا ولا تدريب إسعاف. انت عارف كنت تعرف ده كان عايز اقول لك ان كان اطقم الإسعاف بيهربوا ان هم يقوموا بمهمتهم. صحيح صحيح. دلوقتي لا دلوقتي لا هم مدربين وجاهزين للتعامل مع كل الحالات. بالظبط. انا بتمنى لكم التوفيق دكتور حاتم الأطروش استاذ القلب بالقصر العيني والحالات الحرجه. شكرا جزيلا بشكرك وبشكر كل ضيوفي اللي كانوا معانا النهارده. تحدثنا عن المبادرات الرئاسيه اللي نهضت بالمنظومه الصحيه واللي شفنا اثرها الكبير جدا في مكافحه كوفيد 19 او كورونا المستجد. حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وكلنا جميعا. بشكركم مشاهدينا الكرام. انتهت هذه الحلقه من همزه وصل. باقي لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقه وتحيات حسام الدين عاطف. الى اللقاء.